السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طربوية للجميع. لن مع درس جديد في مادة النشاط العلمي يحمل عنوان كيف تتنقل الحيوانات في الماء. لن درس خاص بالمستوى الثاني ابتدائي الوحدة الخامسة. لن بداية سنلاحظ هذه الصورة. نعم، إذن هذه الصورة تبين أو توضح الصورة لسمكة. جيد، إذن أين تعيش هذه السمكة أو أين توجد؟ في البحر. جيد، أو نقول في الماء. إذن وسط عيش هذه السمكة هو الماء. جيد، نلاحظ معي هذه الأجزاء التي سأحيطها بدوائر حمراء عبارة عن، أو ما اسم هذه الأجزاء؟ ماذا نسميها؟ نعم، الأرجل ممكن، أو نسميها، جيد أحسنت، الزعانف. نلاحظ معي هذه الصورة الثانية، إذن فهي صورة لبطة. جيد، صغيرة أم كبيرة؟ جيد، إذن بطة صغيرة. إذن أين توجد هذه البطة الصغيرة؟ نعم، في الماء. لاحظوا رجل هذه البطة، لاحظوا الأصابع، ماذا يوجد بين هذه الأصابع؟ جلد. جيد، أو نسميه كذلك غشاء. جيد، إذن هذه البطة الصغيرة تتنقل باستعمال أرجلها، أو نسميها كذلك القوائم الراحية، وسنرى سبب تسميتها راحية. نعم، إذن من يعطينا السؤال أو يطرح سؤال حول كيفية تنقل هذه الحيوانات في الماء؟ نعم، ما هي الأعضاء المسؤولة أو التي تستعملها أو التي تمكن هذه الحيوانات من التنقل في الماء؟ جيد، إذن سنكتب كسؤال كيف تتنقل الحيوانات المائية في الماء؟ من يعطينا اقتراح أو جواب؟ نعم، باستعمال الزعانف. جيد، أو باستعمال كذلك القوائم. جيد، الأرجل. نعم، الأطراف. جيد، إذن سنكتب تتوفر الحيوانات المائية على أعضاء تمكنها من التنقل في الماء. نلاحظ معي هذه الصورة الأولى، إذن فهي صورة لبطة. جيد، إذن ماذا سنرى؟ ماذا تستعمل هذه البطة لكي تتنقل؟ نعم، إذن تحرك رجليها. جيد، أو القوائم، تحرك قوائمها. جيد، إذن كيف هي هذه القوائم كما رأينا فيما قبل؟ نعم، يوجد بين الأصابع، يوجد جلد أو غشاء. جيد، إذن تدفع بها الماء. نعم، إذن لاحظوا شكل هذه القوائم على شكل راحة اليد أو كف اليد. نعم، إذن نسميها قوائم راحية. جيد، إذن لاحظوا الصورة الثانية، فهي صورة للسلحفات. جيد، إذن سنتعرف كيف تتنقل هذه السلحفات، ماذا تستعمل؟ هل لديها قوائم راحية؟ لا. جيد، إذن تستعمل ماذا؟ تحرك أطرافها الأمامية. إذن كيف هي هذه الأطراف؟ نعم، كبيرة. نعم، أو نقول أطراف جيد ضخمة. إذن تحرك هذه الأطراف الضخمة وتدفع بهما الماء، وبالتالي مما يمكنها من التنقل. إذن على هذه الأطراف على شكل، جيد جدا، على شكل مجاذيف. إذن تتنقل السلحفات بواسطة قوائم نسميها مجذافية. جيد، إذن ستلاحظون معي الصورة الأخيرة، إذن صورة لسمكة. إذن سنرى كيف تتنقل هذه السمكة وماذا تستعمل أثناء تنقلها. سبق لنا وأن تعرفنا على اسم هذه الأجزاء، سميناها، نعم، الزعانف. جيد، إذن لكي تتحرك أو تتنقل هذه السمكة في الماء، نعم، ماذا تفعل؟ جيد، أحسنتي، إذن تحرك ذيلها، إذن تستعمل الزعنفة الذيلية، وكذلك تحرك كل هذه الزعانف. إذن سنقول تتنقل السمكة بواسطة الزعانف. إذن كملخص لهذا الدرس، تستعمل الحيوانات المائية التي تعيش في الوسط المائي أعضاء مكيفة على التنقل في الماء، وهي الزعانف والذنب والزعنفة الذيلية والقوائم الراحية على شكل راحة اليد والأطراف المجدافية على شكل مجاذيف.